مبروك يا ابو ربيع. الله يبارك فيك، مبروك لكل الاتحاديين. مبروك ابو ترف. احنا لك سلام. المذن تبذل ما تعرفون الوقت. يا ابوي انت صحيح ان الشمدر رد الفجر. لا ولا ما تصلين على ابو الوقت. اسمع يا ابوي انت الحين انا فراشك. وش تبغى فراشك؟ طيب انا مغضب على كذا شنو هو؟ قم قم بس راح تسال. لو انك اول ما تصلي اسمع لو انك لا تحدث علي حدث على نفسك. اسمع انا بعلمك انت تصلي ولا ما تصلي؟ اي اصلي والله انك تعاقب. لو انك رايح عند اخوك ربيع هناك في الحويه وتروح تقهوى معه سبينش لاتيه ربيع يصلي انا صليت ويصلي ترى الليل وانت ما تصلي ولا الفرض. طيب يا طيب انا ابو من انت انت ايش رايك سعد يصلي ولا لا؟ ما اصلي على وجه السر وجه السلوقي. يلا يلا سوى تحديدا كل يوم انا خلنا ندور ما عند الله. الناس صلوا ولا ما صلوا؟ يلا يلا ابويا بالصلاه. يلا صلوا ابويا الصلاه ولا حولكم صلاه فرقك ما الصلاه فرقك. احنا خلنا نشبع نوم هالحين تشبع نوم الصلاه ما تصليها. يلا ثلاث صلوا صلوا الصلاة الساعة 5:30 الساعة 5:30 ثلاثة مصحين إليه. هذه صلاة ألف السيدة اللي مثلكم. اسمع الله يستر أمرك اللي هالحين في سنك. صلاة على كيفك يا على كيفك الصلاة. لا لا ما هي على كيفك صلاة هيك ولا لله. بس أنت اسمعني الله يجزاك خير. شوف اللي في سنك هالحين. إيه أخذ له بنت شفت اللي في سني ومسافر برا لمصر ولا شرك. أنت واللي مثلك اللي في سني يبعد الله أشكاله اشكالك عنه. انت ما تبتعد انت خلاص انت تراك في الوقت بدل الضايع. انا ببتعد ايام انت ما تبتعد. تبتعد اشكالك وانا ما ابتعدت لان اقول هالغلط. ما تسلم انت ما تسلم. مغرب فالحين في القصيد وفي الشعر وفلان قال با 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 ليش ما تلبس عند سيارتك؟ ليش ما ترتب مثل السيل عمر ما شاء الله مزيون؟ هذا كله محلي والعرب هذول ظهري مني كل ابوهم ما علي منهم ولا عذبت لهم. اي بس الحين في العرب الحريم اللي تابعين الغازي والناس اللي تابعون الغازي يعطونا بلوك طول الحريم. انا طاير لنا والله بس قاعد لهن اللي تابعين الغازي ويروح المنظر ما هو زين. انا منظري عندي زين واللي عنده ما هو زين خلي يسوي يقول اللي يقول ما علي منه. هو انا اعلمك يا عمي ابيك تكشخ زي عم سهيل اللي مزوجه. والله يتسترون بعلوم ما يعرفون لو لا يدرون العلم الصح من الغلط. العلم الصح العلم الصح عمي الحقيقه اللي زوجني زوجك اللي زوجك اكل من هذاك انا. السلام عليكم صبحكم الله بالخير وبالعلوم الزينه يا اخواني واخواتي. بقول كلام ما هو جديد عليكم ولكن من باب ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. اخواني حنا لا صار عندنا مشاكل ولا أماني تلقانا نعلق أماننا في غير الله عز وجل. توسطوا لي عند المسؤول الفلاني عشان يقبلني في الوظيفة. لازم أضبط علاقتي مع الدكتور الفلاني ممتاز جدا في عملية الإنجاب. ركعتين واطلب الله وابشر بالخير والعلوم الطيبة. هذا ولد من قلبتها أحاديث محصبة. يا محمد محمد يا ولد يا ولد تعالوا انتم صاحيين احنا شادين ولا بنرقد لكم حشر. يا ابو القائد لازم يكون عنده شخصيه اقوى من كذا. القائد يكون له شخصيه اقوى من كذا. اللي صار اللي معه يطلعون شخصيته. ما هذول لهم جو ما هم جو الشديد. تباني اطلعهم بالطريقه الثانيه؟ كيفك طلع اوريك دقي غرفه. لا والله انجنوا وهبيالي الحين يطلعون ولا وش؟ الحين بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشياطين
المعنى في بطن الشاعر يا ابو ساره سلام واقول لعيال عماني ترى حداكم مثل طبع الايراني لا وحلا لا يا روس طلياني راس الطلي كيف بالفين وشوية يا ولد قدام الله وقدام خلقه المعنى هذا انا الارض ضابه ولا صدق فيه ولا امزوح امزوح يا ابو تحريم طيب يمه امزوح بس قدام الله وخلقه والله انا اخوك ظالم يا ولد روح روح انشد صعاقر اللي اخذت من الطليان وانشد واحد من جسمه اللي في الحره جسمه اللي اخذت من جسمه هذه من كبر محمد وش اسمه محمد لا 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 اللي مات العام نروح ننشد يا الكذاب عياله انشد والله يا محمد مات انا اشوف انه محمد ولد صعيقر من جدار يا مرحبا وأول العلم والبادي يوسف يا قل لك انك رجل غادي ترسل حرامي تقل ما باجوادي يستاهل اللي يثق بالحرامي ما ارسل انت ليش ترسل هذا حرامي ما فيه اقوى من عيال عم سعيد غير هو يا ولد يا ولد يا جماعه خاسي ايش درى انه حرامي لا رحمي عنده يا قايد لا تطقطق على يدعي عليك في الحرامي اذا راح ما يقبل دعاه ولا ابزار انا تراك باتوني ما والله ما خس من محمد سعود الا غانم سعيد عصابات مكسيكيه متجمعه اكمل براءه عندك بتبرونا بس لا 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 بسالكم انتم ليش موجهين التهمه للرجال هذا؟ لانه حرام لانه حرام ارسل لو تعرف دقيقه عندكم دليل انه حرام يشارككم؟ يلا وش الدليل؟ جاب له 13 طلي ب 30 ولد ولد هذا ما صدق رس ذبايح العيد بثلاجته ونقول ابن اخيك سارق وقول لا لا وبكلمه ترى العراقي لي اشرب من دجله ايوه سنين ودنين تنفها قفجله عادت تقاوى النقا فيك يا حجله عادت تقاوى النقا فيك يا حجله غانم بن سعيد شيخ الحرميه بعد ما اختلف بدعه يا قربنا يا رياجيل من ردعه اي والله تقى منك ديني يا ندعه عيش ابو ساره اللي تقوى تقول انك الحياه يا ولد اسحبها 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 يا غالي والله ترى انت حرر خمه
نفخ جنوبك الا حلا السكري جاك مرحت مودو واللي فطوره زبادي وبرخاوه يديك لا تقرب من الطحينية لا لا يا لا 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 يديك لا تقرب من الطحينية من السحبة يا ويلكم كان ما توقظ نحبه يمكن تضيعون يا الربع في شوية على طريق الطحينية الفطور عانوا قدامكم كلكم وقلطوا يلا افطروا لا 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 زين عشان انا بيض الله وجهك يا ولد العمه وجهك ابيض يا ولد خالي وجبان من البارح عندهم صاحين ما تعشت تتابعون مباراه الاتحاد ودالحين مشون تصورون والساعه 10 الرجال يبياك بالله عليك اي والله ايش قرات انت انت ما جيت لي غير الحين خالك متعشي بايت واكل وشبعان وعلى سياره ما معي والله ما اكلوا لا شيء التفاحه شفت اللي صورها انتشرت مع العالم كله ما معي غير تفاحه من البارح انت غادي في القاع حق المهيه مغرست وجبناك الحين ما يمداك الحين تدري مركب ولا ادري بلا تجيني انا غرست في قاع المشكله اللي له 10 سنوات امتحنا اخر شيء طلع كذبه تبريد غرس بالوايت غرس بالغرفه غرس بالتيدر سواق على ويش حق نياك على ويش يا ولد عندنا دنا عند الغنم تباني اعطيك اياه راتب البريه يب الله يرزقها اول الرزق المطر عليها من البارح بيجيها خير ان شاء الله المطر مسثر على البل يا عمي لا لا نحمد الله ما شاء الله عان ولد العم ابن اخيك جايبنا الفطور عز الله قيام طيب. يلا حي شلونك يلا حي تبان انا ابسط لك فرشه لا قدام مره لا كيف الحال بخير زين امورك زينه وش بك استحيت من عمي يوم شفته وكذا الهروج الاول يلا حي تقسم علي الهروج الاول فين اول تقسم علي من كل جابه هرج خالك هل. اقول هذا للسيع اللي زيك خال اللي اجيته خلاص انتهت العلوم الاول كلها انت هذا طيب فاهم طيب اسمع انا اعرف وجهك الله يحفظك اعلمك وش يقول يا عمي سعيد لا لا مره خلوه مالكم والله ما قلت شيء ولا اني بقايل شيء يا خالي اقول مركينك على التفاح لهم يومين وانا يوم جيت قلت بجيب لكم الفطور جايبه ملك من الغرفه لين يلدغ يلدغ من بعيد ما ذكت من امس وين راحت التفاح اللي سمعت اعطيت العمال انا والعامل اسالك بالله اكلتوا التفاح البارح قلب التبقر من قويه عزايمه دايم على غرات حمش تزيبها يزينها في حاجر عقب طاعه نوسمات عقب الثريا تسيبها في حاجر طرزها وفي جوانبه وظلت دقايقها تكاسل يشيبها الله صح لسانك يلا يلا خلنا نلحق قلبي يا عمي عطيته عمي الفطور خلاص مره يا خال باقي شوي شوي يا الغداء في الغرفه الله يحييك في محله بيض الله وجهك باقي الفطور باقي اصبر يا خالي باقي فطور اركض طلعت راضي انا ناقص ما ادري وين امشي انا اللي مجيب لها من المواهيه هذا هاك افتح امدح افتح افتح يا مدير حط مع التفاح للبارح ابعدي يا راعي البل ابعدي سم يلا خالي زبط حينيه لا 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 مجنن عط 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 اصلا هو اللي ما يباه يقول كذا العام